بس الوالد بيغني غنى يعني رصين، مش كده؟ زي ما بقول غنى مغربي عربي جميل رصين. لكن انت قررت انت عايز تكون حياتك شاب، تعيش عمرك مزيكا كتير، شبه في منها راب، في منها ميوزك مختلفة، جاز شوية راب شوية، ده تأثير ايه؟ تأثير امريكا، تأثير ايه؟ أول شيء أنا تعلمت أصول الغناء من الوالد. طبعا الوالد علمك، نعم طبعا علمك مقامات وكده. طبعا طبعا استفدت منه الكثير، لكن كان في عندي حب فطري للغناء وللموسيقى، وهو شجعني وساعدني أكثر على صقل الموهبة. الوالد طبعا من عشاق المرحوم عبد الحليم حافظ، من عشاقه ومن معشاق عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، الموسيقار محمد عبد الوهاب. فهو استفاد من هذول الكبار، وانا اعطاني الدروس واستفدت منه اللي استفاد هو منهم. بعدين يعني حاولت من بعد برنامج سوبر ستار، بعد يعني الأغاني اللي شاركت بها أغاني طربية، أغاني مغربية، أغاني قديمة، حاولت أنه أخرج من نمط التقليد وألاقي ستايل معين سعد، شيء اللي يعني فيه ستايل بتاعي.